وفي هذا العصر الخوف صنعه أناس، الخوف الطبيعي هذا اللي يزيد ويصبح مرضا ويقلل في النفس الخوف من الله جل وعلا، أو قد يزيد فيه من الخوف من الله إلى درجة الوسوسة أو درجة عدم الاتزان. هذا الخوف صنعه الناس بأنفسهم. اليوم الإعلام يصنع الخوف، الأخبار تصنع الخوف، الأفلام تصنع الخوف، القصص تصنع الخوف، المناظر التي تنشر وكأن الناس ليس عندهم إحساس، ينشرون مناظر ومسلمون يقتلون ويصلبون ويعدمون ودماء تسيل. هذه ليست من قبيل الأخبار، هذه من قبيل إشاعة الخوف في الناس، إمراض الأمة بما لا تحتاج إليه. صورة واحدة تكفي، خبر، بس الصور المتتالية لا ترها، لأنها هي لا تفيد، ربما تزيد عند البعض من الخوف الذي ينتج مرضا والعياذ بالله. وقال في وصف عباده المؤمنين: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال لنبيه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. ويخوفونك بالذين من دونه، من الذي يخوف المؤمن؟ الآخرون. ولذلك الإنصات للمخوفين والمرجفين هذا إنصات لصوت الشيطان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لا تخف من شيء إلا من الله جل وعلا. إذا كان الأمن يخترق في قلوب أهل الإيمان، وبدل أن تكون مطمئنة أصبح كثير من الناشئة والناس رجالا ونساء لا يعلمون الحق ويتشككون فيه، حتى في ما أنزل الله في القرآن يشكون فيه أو يؤولونه أو يقولون، وثوابت أخر كثيرة في الكتاب والسنة، فهذا نكران لنعمة الله جل وعلا. فالأمن في النفس يكون بالإيمان. لماذا؟ لأن الإنسان عنده أسئلة كثيرة يراها في هذه الحياة. من كان قلبه حيا يرى في هذه الحياة أشياء كثيرة لا يعلم تفسيرها، أشياء من الوجود والمآل والتفريق بين الناس والأمم والاختلاف والغنى والفقر، أشياء كثيرة جدا لا يعلم تفسيرها، لا يحلها في طمأنينة النفس إلا الإيمان. فالإيمان بالله جل وعلا وبما أنزل نجاة للقلب من اضطرابه ومن تردده ومن عدم سكونه. وهذا أكبر ثمرات الإيمان، الأمن في القلب. فمن أعطي نعمة الأمن في القلب فقد أوتي خيرا كثيرا، الحياة الطيبة، قلبه آمن مستقر مطمئن، ما يراه يجد له تفسيرا، ما يراه يعلم كيف يتعامل معه، وإذا ضاقت عليه فيرجع إلى إيمانه للأمن وللأمنة، مخبتا بين يدي الله في ظلمات لا يراه أحد، فينزل الله جل وعلا عليه الطمأنينة والسكينة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ما نتساءل في توحيد الربوبية؟ ليس معنى قول العلماء إن توحيد الربوبية هذا لم تكن الحجة فيه ولم يكن الامتحان فيه أنه ليس مهما، بل القرآن مملوء ب
تعظيم توحيد الله جل وعلا في ربوبيته في النفوس، لأنه يلزم منه أن تعبد الله وحده وتخبت إليه وحده، لأنك ترى شيء لا يراه أحد. من عظم توحيده بالله جل وعلا رأى الناس على غير مرأة، ورأى الدنيا على غير مرأة، وعلم الله جل وعلا كيف يتصرف في هذا الملكوت، وكيف يضع أقواما ويرفع آخرين، وكيف يضع دولا ويرفع أخرى، وكيف يجري قدره في عباده، ويجري سره في خلقه. هذا نتيجة التوحيد. فعظم توحيدك بربك، توحيد الربوبية، ينتج منه أن تعبد الله جل وعلا بإخبات وإنابة، ولا ترجو إلا الله جل وعلا، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، لأنك ترى تصرف الله جل وعلا وأنه هو الخالق لكل شيء.